مرحبا متابعينا، بالمناسبة أبغى أسمعكم من العمل الجديد. والعمل طبعا طربي من كلمات أخوي ثنيان آل ثنيان، من أدائي أنا مع عبد الله آل مخلص. فيعني أبغى أسمعكم منه مقطع بسيط، يعني على قولتهم مقطع علشان تسمعون من العمل شيء تشويقي وكذا. فأبغاكم تقولون متى ودكم. طبعا العمل وش توقعون، طربي ولا حزين؟ اول شيء توقعاتكم، اعطوني توقعاتكم وش. معلوم قلبي فيك متمسك من وجهك ومشيتك مع حسك، اغار لو كان الهوى مسك يا المعاتب اشكاله، وجهك مثل حمال واسميه من غيمه من جنوبيه، ما شابها مساكم الله بالخير. وش اخباركم يا متابعينا الغالين؟ ربكم طيبين ويلا حيهم. طبعا هذا مقطع بسيط من الجديد، واتمنى ينال اعجابكم، ان شاء الله انتظرونا. العمل من ادائي انا وعبد الله آل مخلص، من كلمات شاعرنا المبدع ثنيان آل ثنيان. انتظروه ان شاء الله على قناتي الرسميه، بحط لكم الرابط، ان شاء الله قريب ينزل العمل باذن الله الايام هذه. ها تحرر الويكند حولها.